سعي دائم نحو التألق والإبداع، ذاك دأب أبناء جمعية فجر الصحراء للدراجات العادية بدوز. على هامش الدورة 47 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز، نظمت هذه الجمعية الفتية سباقاً وطنياً ضم العديد من المشاركين. ما كناش نصور باش يولي عندنا سباق معناها وطني، والسنة أنجزوا باش عملنا سباق وطني وباش نعملوا إن شاء الله سباق صاغر ووسط وكابر. الأكابر من سعدان، باش ننطلقوا من سعدان، ومعهم الأوسط مع بعضهم، والأصاغر باش ينطلقوا من الرحمات، وإن شاء الله ربي يوفقنا. جينا شاركت في البسكليت وجينا لدوز لهنا باش ننشروها، وباهي بلاد حابين ننشروها يعني لهنا. باهي مهرجان ينم السياحة الصحراوية ودوز مزيانة باهية، وانا عجرينا وبرا ان شاء الله ما تتعاود مرة أخرى. مش الناس معناها يدخلوا في الصف بتاع السباقات باش ما يديروش كارثه، لذلك يولوا هما مسارك من السابقين يدز الاخر صاحبه ولا يصيدح يعني نولي مراقبه عليه. السباقه السباق كان سمح السباق، تشاركت كان مشاركه طيبه وسمحه والعبره بالمشاركه. أي شاركت حتى أنا في الكورس وكانت مشاركة سمحة، وقطعنا 20 كيلو مسافة